أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حلم حياة. طبعا أغلبنا سواء كبار أو صغار بنعاني من الصداع، والصداع بيعمل لنا مشكلة في حياتنا، وأوقات كتير مش بنعرف السبب ولا حتى طرق العلاج. بس النهاردة هنعرف سبب وطرق علاجه وأنواعه، وإزاي نعرف أعراضه وأسبابه ومشاكله وكل شيء، مع ضيف البرنامج الغالي الدكتور خالد الزهيري. إزيك يا دكتور؟ أهلا وسهلا أستاذ أحمد، ربنا يبارك فيك، ربنا يكرمك. في البداية طبعا عايزين نعرف مع بعض أسباب الصداع، ولكن قبل ما نعرف أسباب الصداع عايزين نعرف إيه هو الصداع، وهل هو عرض ولا مرض؟ هو الصداع بوجه عام يعني عرض لأمراض كتير، ولكن في صداع بيكون مرض زي ما هنوضح دلوقتي. لكن تعريف الصداع هو عبارة عن ألم يصيب الرأس، يا إما يكون شديد أو بسيط، بيكون يبدأ في مقدمة الرأس اللي هي أعلى منطقة الحاجب، أو في الحاجب في مقدمة الرأس إلى منطقة خلف الرأس. ده تعريف الصداع بوجه عام، ألم يصيب الرأس، يا إما يكون بسيط أو شديد، يبدأ في مقدمة الرأس إلى منطقة خلف الرأس. تمام، ده نوعه، ده تعريف الصداع بوجه عام، ده تعريف. طيب يعني هو عرض مش مرض؟ هو عرض لأمراض كتير، ولكن في بعض الأحيان بيكون الصداع مرض، زي مرض الصداع النصفي. يعني نوضحه في نهاية الحلقة إن شاء الله، هنتكلم مع بعضنا ونعرف كل شيء. مرض الصداع العنقودي دي أمراض مش أعراض. تمام. طب هو له أنواع؟ يعني الصداع فيه نوع يعني متشعب لأنواع، ولا هو نوع واحد؟ لا، الصداع له أنواع كتير. أهمهم طبعا في حاجة اسمها الصداع الوعائي، وفي الصداع الالتهابي، وفي الصداع الانجذابي اللي هو الصداع الجر، وفي الصداع الانقباضي، في الصداع المشار إليه، وفي حاجة اسمها الصداع النفسي أو الصداع بسبب التوتر، وده أشهر نوع. يعني دي أنواع الصداع. دي الأنواع. دي الأنواع. طيب الأسباب، طبعا في واحد ممكن يقول لك أنا عندي صداع في الحاجب هنا، وفي واحد تاني ممكن يقول لك أنا عندي صداع في خلف الرأس، وفي واحد تاني ممكن يقول لك أنا عندي صداع هنا. إيه يعني إيه الفرق ما بينهم وإيه الأسباب؟ هنتكلم عن أسباب الصداع بوجه عام، ومع ذلك هنوضح الحاجات دي. تمام. أول حاجة اتكلمنا عنها قلنا إن في حاجة اسمها الصداع الوعائي، وده بيحصل بسبب الاتساع الشديد في الأوعية الدموية، أو بسبب الالتهاب الشديد في الأوعية الدموية. وده ليه نوعين، نوع أولي ده زي الصداع النصفي والصداع العنقودي والصداع بسبب التهاب الشريان الصدغي، ونوع ثانوي زي اللي يحصل في الأمراض الشهيرة المعروفة زي مرض ارتفاع ضغط الدم، أو مرض هبوط السكر في الدم، أو مرض نقص الأكسجين في الدم بشكل عام، أو مرض الأنيميا الشهير المعروف طبعا، أو بعض الأدوية اللي بتوسع الأوعية الدموية زي أدوية الذبحة الصدرية، وتناول الكحوليات والحاجات دي بوجه عام، أو التعرض لعدوى سواء كانت بكتيرية أو فيروسية بوجه عام. يعني ده الصداع الوعائي ودي أسبابه. الصداع الالتهابي بيحدث نتيجة لالتهاب في الأغشية السحائية زي التهاب زي حمى الالتهاب السحائي المعروفة، ودي بيكون فيها صداع شديد جدا وارتفاع شديد في درجة الحرارة وتيبس في عضلات الرقبة وعدم القدرة على التركيز في الضوء، تعرف على طول ان دي التهاب سحائي، وهي خطيرة جدا ولازم التأكد عليها كويس. فيه التهاب أغشية المخ بسبب الفيروس يصيب المخ، دي عدوى فيروسية تعمل صداع وارتفاع شديد في درجة الحرارة وضعف عام في الجسم. في التهاب في الأعصاب الحسية في الرأس عموما زي التهاب العصب ثلاثي التوأم، ده بيعمل صداع شديد جدا. ده الصداع، اتكلمنا كده عن الصداع الوعائي والصداع الالتهابي. في الصداع الانجذابي اللي هو بيحدث بسبب زيادة ارتفاع ضغط المخ أو بسبب الإطالة في سحايا المخ زي مرض ورم المخ، وده مرض طبعا خطير جدا، ونزيف المخ بكل أنواعه، ويحصل برضو في حالات خراج المخ وكده، يحصل ان في يزيد ضغط هنا المخ. بتزيد خطوره الصداع هنا بقى، يبقى هنا الصداع خطير. الصداع ده خطير وهنتكلم عنها فيما بعد برضو، خطوره الصداع بتكون ازاي. ده النوع التراكشن هيدك او الصداع الانجذابي. في صداع الانقباضي، ويسمى الانقباضي لان هو بيحدث للناس اللي عندهم على طول عضلات الرقبه بتكون مقبوضه بوجه عام، بتكون مشدوده. يعني بيحصل في السواقين او المحاسبين أو الناس اللي عندهم انزلاق في غضاريف العنق أو التهاب وتيبس في فقرات في الفقرات العنقية. اللي بيحصل إن العضلات تبدأ تكون دايما مشدودة، فتبدأ تضغط على العصب، فيبدأ إفراز بعض المواد التي تثير المستقبلات الألم في جسم الإنسان، فيبدأ يحس بالصداع. ده اللي هو الصداع الانجذابي. تمام. في الصداع طبعا المشار إليه،
ده الصداع، اسف، اللي هو الصداع الانقباضي. الصداع المشار اليه اللي فيرد هيدك ده بيحدث مثلا نتيجه لوجود امراض في العين زي مرض الميه الزرقاء او الميه البيضاء، يحس بصداع. مرض التهاب الجيوب الانفيه يحس بصداع. مرض التهاب الاذن الوسطى والداخليه يحس بصداع. مرض تسوس الاسنان والتهاب الاعصاب ودواعم الاسنان يبدا يحس بصداع برضه. تمام. سميها مشار اليه لانه بيكون مش الاساس في الراس. تمام. يكون في حاجات هي اللي بتعمل الصداع ده. طيب. ده في حاجه بقى اللي مشهور طبعا. طيب. واحد ده اللي بيعاني المشار اليه اغلبنا. لا الصداع النفسي او الطوارئ اللي بيجي بسبب التوتر. ده بيحدث في السيدات بوجه عام. كثير من الناس يقول لك انا حاسس ان في حاجه ضغطه على نص راسي من هنا. دي شكوى نفسيه عنيفه يعني بتحدث في السيدات. والناس اللي دايما بيعانوا من مجهود ذهني وتوتر وضغوط نفسيه عنيفه يعني، فالمريض يجي يشتكي بالشكوى اللي هو يقول لك انا حاسس ان في حاجه شديده ضغطه على نص راسي من شده الالم، فده صداع نفسي او صداع توتر. تمام. كل انواع الصداع واسبابه. طيب دلوقتي يا دكتور، يعني حضرتك اتكلمت عن الصداع اللي هو النوع اللي هو المشار اليه تحديدا. تمام. النوع المشار اليه طبعا في حاجات كتيرة جدا عايزين برضو نوضحها للسادة المشاهدين، وزي ما سألت لحضرتك عايزين نعرف الفرق دلوقتي. واحد عنده صداع بسبب الرمض، واحد عنده صداع بالأنف والأذن، واحد عنده صداع بالمخ والأعصاب، فإزاي يعرف ان الصداع يعني مثلا الصداع هنا مثلا خاص بإيه، الصداع في خلف الرأس خاص بإيه، كل حاجة خاصة بإيه عشان المريض نفسه يقدر يعرف الفرق. هناخد مثلا أمثلة. لو فيه التهاب في الجيوب الأنفية وحصل معاه صداع، ده بيكون معروف وبيتم تشخيصه بكل سهوله. بيحصل الم في مناطق الجيوب الانفيه في الوجه عموما، اللي هي اعلى الانف من هنا وهنا بالظبط تحت العين وفي مقدمه الراس. تمام. بيكون معاه طبعا الاعراض الحساسيه اللي هي معروفه، رشح من الانف، يكون الصوت طالع بكتمه من الانف، مش الصوت مش مظبوط، فتبدا تعرف على طول ان ده صداع بسبب الجيوب الانفيه. الصداع في خلف الراس عموما ده بيحدث بسبب ارتفاع ضغط الدم. لو جه في القفا ورا هنا كده بيكون بسبب ارتفاع ضغط الدم في بعض الاحيان يعني. لو صداع مثلا بسبب الاذن اكيد هيكون في مشاكل زي ما اتفقنا في التهاب في الاذن الوسطى، فيتم التاكيد عليه من دكتور الانف والاذن والحنجره. لو صداع بسبب الاسنان هيبقى فيه تسوس او التهاب في الاعصاب، فده كله هيتم تاكيده. طيب في سؤال، الصداع ممكن يكون مؤشر على السرطان؟ طبعا بنسبه كبيره زي ما اتكلمنا، الصداع اللي هو الانجذابي اللي بيحدث بسبب زياده ده بقى الشخص امتى هنا يعرف ده هنتكلم عليها في خطوره الصداع. تمام. الحاجات دي هتتكلم عليها في خطوره الصداع، فعايز حضرتك تكلمنا يا دكتور عن الخطوره. الخطوره وتعرف ازاي ان الصداع يكون خطير. طبعا اول حاجه الصداع يجي شديد قوي ويكون مفاجئ، يجي فجاه وشديد مش قادر يتحمله، تعرف على طول ان في مشكله في المخ، ممكن يبقى نزيف في المخ. تمام. الصداع يجي بعيد المدى، احنا معروف ان القيء الانسان بيرجع وينزل كده قدامه، لا بيضرب لمسافات بعيده، وبيكون غير مسبوق باحساس الغثيان اللي هو بيسبق الاحساس بالترجيع، يقول لك انا حاسس ان انا عايز ارجع، لا ما يبقاش عنده الحته دي، يرجع بعيد المدى. الصداع يكون مصاحب لتشوش الرؤيه او عدم وضوحها. تمام. صداع يحصل بعد الكدمات في الراس، الواحد يحصل كدمه ويسيبها يوم في التاني يبدا يحس بصداع شديد والم شديد، ده تعرف ان في خطر على طول، في تجمع دم وحصل معاه. صداع مصاحب لهمدان او هزلان او نوم كتير. صداع مصاحب لاضطراب في درجه الوعي او اختلال في درجه الوعي كده. اختلال في درجه الوعي او فقدانها في بعض الاوقات، يدخل في اغماء او يدخل مع يعني يحس بالصداع وبعد كده يحس بتشنجات مع الصداع، تعرف على طول ان ده خطير. صداع يصاحب الارتفاع في درجه الحراره وتيبس في الرقبه، تعرف ان ده التهاب غشاء الاغشيه السحائيه، فدي كلها عوامل بتدل على خطورة الصداع. يعني حضرتك عايز توضح دلوقتي للسادة المشاهدين وتقول لهم إن لما يكون في صداع بالطريقة اللي حضرتك بتشرحها دي، مش إن حضرتك تاخد حباية مسكن وخلاص وكده الصداع يمشي، لازم تروح للطبيب ويتم التشخيص المناسب. ويتم التشخيص ويتم فحصك. صحيح. تمام. حضرتك كلمتنا برضو عن الصداع النصفي. تمام. عايزين نعرف إيه هو الصداع النصفي وأسبابه. بص ده بقى هو المرض. ده مش عرض، لا ده مرض. الصداع النصفي ده يعني اللي احنا قلنا عليها دي اعراض مصاحبه للايه؟ للامراض دي. تمام. انما الصداع النصفي ده اضطراب عصبي مركزي يتميز بوجود حاله من وجود الالم، يكون شديد او بسيط في الراس او في احد جوانب الراس. والالم ده بيكون مصاحب للاعراض اللي هي بتحدث مع الجهاز العصبي اللا ارادي زي القيء
او الاحساس بالغثيان عموما، او عدم القدره على التركيز في الضوء. ده الصداع النصفي بيكون مصاحب الاعراض دي، وبيبدا في جانب واحد، والمريض يحس بالالم عباره عن نبض او خفقان، يقول لك انا حاسس بيبدا حاجة مثلا في منتصف الراس في جانب واحد فقط، يبقى ده هو الصداع النصفي. الى جانب اللي احنا الحاجات اللي هنوضحها فيما بعد والاعراض اللي هنتكلم عليها. ايه هي اعراضه طيب؟ اعراض الصداع النصفي بيبقى عباره عن الم زي ما اتكلمنا، بيبدا في مكان واحد في الراس، تمام، او يبدا حول العين. واحنا قبل كده اتكلمنا وقلنا ان اي الم عشان يتم التاكيد عليه وتشخيصه بطريقه سليمه بنسال 7 اسئله. طيب مكان الالم ده فين؟ يقول لي بيبدا حوالين العين كده، تمام. الالم ده بيسمع فين؟ هيقول لك بيسمع في نفس الجنب من الراس، في نفس الناحيه، ممكن يسمع في الناحيتين بس مش مشهور. احنا بنتكلم ان هو صداع نصفي، والى الان مش معروف ليه اصلا هو نصفي، دي كلها نظريات. طيب وصف الالم، هيقول لك الالم ده وصفه زي نبض، حاجه بتنبض، او خفقان، او تحس ان في حاجه بتنقح كده، مش طبيعي، الم غير طبيعي. طيب مدته، طبعا بياخد من 3 ساعات، اوقات بيوصل 3 ايام. بيستمر من 3 ساعات نوبة ل3 ايام. يعني ممكن ياخد من 3 ساعات ل3 ايام في زياده. وده وصف الصداع، ودي مدته، وده المكان، وبيسمع فين. طب الصداع ده بيزيد بايه؟ هيقول الصداع ده بيزيد لما اتوتر او يحصل او اعمل مجهود بدني شديد، او لما اكون مضغوط نفسيا، تمام. او يقول له طب بيقل بايه؟ هيقول بيقل لما بنام في مكان هادئ بعيد عن الضوء. طب الصداع ده مصاحب لاعراض اخرى؟ هيقول لك اعراض الجهاز العصبي اللا ارادي، اللي هي القيء والغثيان وعدم القدره على التركيز في الاضاءه، وعدم القدره على التركيز في الكلام، وعدم القدره على الكلام اصلا، يبقى فاصل، مش قادر يتكلم من الالم. دي اعراض الصداع النصفي. له اسباب؟ اسباب الصداع النصفي احنا عاوزين نتكلم الاول عن العوامل المساعده لحده الصداع النصفي. العوامل المساعده لحده الصداع النصفي في منها التوتر والقلق والضغوط النفسيه، في المجهود البدني، بيحصل مع السيدات قبل او اثناء او بعد نزول دوره الطمس الخاصه بالسيدات، تمام. في بعض الاقراص يعني ادويه منع الحمل بتزود من حده الصداع النصفي او بتخليه يحصل بسرعه، تمام. في بعض الادويه الموسعه للاوعيه الدمويه زي ادويه الذبحه الصدريه اللي اتكلمنا عنها المره اللي فاتت. في بعض الاكلات زي الشوكولاته والمكسرات، طبعا الشعب المصري عايش على الحاجات دي كتير. في مشتقات الالبان، في طبعا الحمضيات زي الليمون عموما، ده بيسبب الانسان يدخل في نوبات متكرره من الصداع النصفي. في التدخين والسجاير والعادات السيئه عموما، دي العوامل المساعده على دخول الانسان في نوبه الصداع النصفي. اسبابه قالوا بنسبه 80% ان السبب وراثي او غير معروف السبب، ملوش اي اسباب، ملوش اي اسباب. لكن في نظريات بتقول هو بيحصل ازاي. في نظريه اسمها النظريه الوعائيه العصبيه، بتقول لما الانسان ياكل الحاجات اللي هي بتزود من حده نوبه الصداع النصفي دي، او بتخلي الانسان يدخل في النوبه بشكل مستمر، بيتم يعني يحصل اثاره غير طبيعيه للعقد العصبيه في العصب الخامس. فلما يحصل اثاره غير طبيعيه للعقد العصبيه في العصب الخامس دي، تبدا تفرز بعض المواد، ماده تسمى الفازو اكتيف بيبتايد، وماده تسمى السبستانس بي. المواد دي بتعمل على اتساع الاوعيه الدمويه، تمام، الى جانب ان هي بتعمل اتساع في الاوعيه الدمويه، بتعمل الى التهاب شديد في العصب الخامس. لما يحصل التهاب شديد في العصب الخامس، بيسمع لجميع الاغشيه السحائيه المحيطه به، فيبدا الالم يتمركز في مكان واحد، وبعد كده ينتقل بالتدريج الى الاماكن الايه، الاغشيه السحائيه وكده. دي نظريه. النظريه الثانيه بتقول لما الانسان بياكل شوكولاته او مكسرات او الحاجات اللي بتزود من هرمون السعاده اللي هو السيروتونين، بيبدا يزيد في البدايه معدل هرمون السيروتونين العالي عنده وعند حضرتك دلوقتي، تمام. من هنا بيزيد الصداع، بتحصل زياده في ماده معدل تركيز السيروتونين في البلازما. فلما بيزيد تركيز السيروتونين، بيحصل انقباض في الاوعيه الدمويه في البدايه، بعد كده يبدا يتكسر السيروتونين ده شيئا فشيئا تدريجيا، فيقل، فيبدا يحصل اتساع في الاوعيه الدمويه، فيبدا يدخل الانسان في نوبه من الصداع النصفي. فيه نظريه الدوبامين، بتقول ان فيه اثارات للمستقبلات الدوبامين في المخ، اثارات غير طبيعيه غير معروف سببها، فبتدخل الانسان في الم شديد في الراس مع قيء وغثيان. في نظريه رابعه بتقول لك ان الانسان ده
بيكون عنده الكالسيوم عالي شوي، فيبدا الكالسيوم يدخل الى الحائط الوعاء بتاع الوعاء الدموي، فيحصل فيه انقباض شويه، يحصل امتصاص للكالسيوم، يحصل اتساع في الاوعيه الدمويه ويبدا الانسان يحس بالصداع. يعني في الغالب هي نظريات، تمام. طبعا ده بعيدا عن العوامل، ده بعيدا العوامل بتساعد، العوامل بتساعد طبيعي اللي حضرتك قلت عليها. طيب، وطبعا احنا اتكلمنا كتير جدا عن الضغط النفسي والضغط العصبي والتوتر. انا لاحظت ان في كل الحلقات اللي احنا اتكلمنا فيها مع بعض، اتكلمنا عن السكر واتكلمنا عن الضغط واتكلمنا عن الذبحه الصدريه والصداع، حسيت ان كل حاجه خاصه مرتبطه بالعامل النفسي، دي حقيقة فعلا. وللاسف احنا دلوقتي بنضغط على نفسنا من اقل شيء، يعني من اقل شيء بنلاقينا ضغطنا. كل الناس بقت دلوقتي يعني في ضغط عصبي وستريس شديد جدا، الناس متعصبه، الناس متضايقه، فبكده الناس هيجي لها الامراض جميعا. هو بقى ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يطلب الناس جميعا يعني. فهو احنا من هنا بنوجه برضو رساله للساده المشاهدين، يعني مش على اقل شيء تتعصبوا، مش على اقل شيء تتضايقوا، يعني حاولوا انكم يبقى عندكم صبر، خلوا يبقى عندكم يعني اتزان شويه، بحيث ان احنا ما نعصبش نفسنا، لان احنا اللي بنتضرر في الاخر، ما حدش بيتضرر غيرنا يا دكتور. فعلا عندك تمام؟ حق. طيب حضرتك برضو اتكلمت عن في العوامل، قلت ان السيدات في بعض الاحيان هم الاكثر عرضه للصداع. تمام؟ عموما الصداع النفسي، للصداع. مين بقى تاني غير السيدات الاكثر عرضه للصداع النصفي؟ النصفي والصداع الطبيعي اللي هو العادي. الصداع الطبيعي احنا قلنا السيدات. والصداع لو بسبب الاسباب اللي احنا اتكلمنا عليها والانواع، كل الناس معرضه ليها، لكن النفسي مخصوص خاص بالسيدات والناس اللي هم عايزين حياتهم ماشيه بالمسطره والالم. انما الصداع النصفي خاص برضه بالسيدات وسكان المدينه والحضر، بعكس سكان الارياف. سكان المدينه هنا بيبقى عندهم توتر شديد، حياتهم بتبقى سريعه، فيبدا يحصل القلق النفسي والضغوط النفسيه، فيبدا يحصل نوبات الصداع النصفي دي. دي بتزيد في الحضر عن الارياف، اللي هو نسبة حدوث الصداع النصفي. بيحصل برضه في الناس المتميزين قوي في عملهم يا استاذ احمد، زي حضرتك كده يعني ما شاء الله. يعني بيزيد ازاي؟ ان الانسان ده بيكون عبقري او بيكون عنده نسبة ذكاء عالية، فيبدا يحصل معاه نوبات الصداع النصفي دي. دي معظم الناس اللي بتزيد معاها الصداع النصفي، هو المعرضين للصداع النصفي. تمام. طب دلوقتي يا دكتور، عشان الوقت للأسف يعني شبه انتهى، آخر سؤال مع حضرتك اللي هو الفحوصات بس سريعا، وكيفية العلاج، النصائح ايه؟ يعني في خطة متبعة وفي فحوصات سريعا، يعني عشان في فحوصات سريعة بنعمل فحص مخطط كهربي للمخ اللي هو رسم المخ، أو نعمل فحص دم كامل، أو رنين مغناطيسي على المخ، أو أشعة مقطعية على المخ عشان نستبعد أي أمراض تانية. العلاج وقت النوبة الراحة التامة والابتعاد عن الضوء والنوم. ياخد اثناء النوبه واحد من محفزات ماده السيروتونين، او واحد من محفزات ماده الدوبامين، واحد من الادويه المسكنه للالم القويه. بعد حدوث النوبه ياخد واحد من محفزات من مثبطات ماده السيروتونين، او احد ادويه حاصرات قنوات الكالسيوم، او حاصرات مستقبلات بيتا، او مضاد للهستامين ومضاد للاكتئاب. ده العلاج وقت طيب بعد النوبه وكده. تمام. طيب يا دكتور، اسمح لي بقى نكمل في الحلقه الجايه ان شاء الله. وانا بشكرك جدا، ولكن الوقت انتهى، وطبعا الوقت مع حضرتك بيمر سريعا، لان حضرتك يعني نموذج مشرف جدا، وحاجه يعني المفروض اغلب الشباب تحديدا الاطباء يقتضوا بحضرتك. ومن هنا برضو انا حابب اتوجه بالدعاء الخالص المغفور له باذن الله والد حضرتك الشيخ عبد الجليل الزهيري، لانه طبعا يعني جاب لنا نموذج مشرف، وحاجه ربنا يرحمه يا رب، وحاجه جميله. الشيخ عبد الجليل الزهيري يعني ربنا يرحمه. وبرضه حابب اشكر يعني اخوه حضرتك طبعا، الاستاذ عبير عبد الزهيري، وحابب برضه اشكر الاستاذ ايهاب ابو الفتوح الفقي، وحابب برضه اشكر فضيله الشيخ محمد عبد الزهيري والدكتور عبد الجليل عبد الزهيري، يعني لانهم يعني طبعا زي ما حضرتك قلت لي كتير انهم واقفين جنبك وانهم بيرعوك وانهم ما بيتاخروش عنك في اي شيء. وطبعا سامحني الوقت انتهى، عشان كده انا بختم سريعا. وطبعا ان شاء الله الموسم برضه حابب انوه، طبعا الموسم الاول مع الدكتور انتهى كده، وان شاء الله الموسم الجاي هيبدا من الاسبوع الجاي، ولكن هيبقى الساعة واحدة. وبشكرك جدا مرة تانية يا دكتور، ربنا يبارك فيك، وإن شاء الله انتظرونا في الحلقات القادمة من برنامج حلم حياة إن شاء الله.